في فصل آخر بتكلم فيه عن الأشخاص اللي كانوا بيدعوا إن هم مختفين قسرياً، وإن هذه القضية كانت قضية بتستخدم ضد الدولة المصرية وضد دول كتير اللي كانت بتحقق مع عناصر هذا التنظيم. ثم نفاجأ إنه هذه العناصر تتخفى في مسألة الاختفاء القسري في حين إنها كانت بتنضم لتنظيم داعش في سيناء، ومنهم من قتل وكان بيشهد على الانتماء لهذا التنظيم في فيديوهات مصورة. ودي اللي ربما قتلت القضية دي بعد ما كانوا حاولوا ان هم يوصلوا فيها ان هم يعملوا شكل من اشكال الادانة للدولة المصرية في فترة اليو بي ار او المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر حقوق الانسان امام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف. لما قعدت تمشي ورا المسألة دي ما اكتشفتش ان هم الحاكمين بس المعروفين اللي هو نجل احد القيادين في الجماعة وغيره، لا ده احنا بنتكلم على عشرات الحالات اللي هم ادعوا انها قسريه ثم اكتشفنا ان هي يا اما موجوده على ذمه القضايا يا اما هاربه مع تنظيم داعش او تحت الدين. وده اللي خدني لمساله ثانيه في يعني البحث، انه هي ليه دايما عناصر هذا التنظيم هي الاكثر تاثرا وانضماما لهذه الجماعات. يعني انه سهل جدا يسيب الجماعه بتاعته ثم ينضم الى احد الجماعات الارهابيه عشان يمارس العنف، فتكتشف انه هما بيتربوا بطريقه مختلفه عن باقي التنظيمات. التنظيم داخله شكل من اشكال العسكريه او الترتيب العسكري اللي انت فيه بتؤثر على الناس وعلى عقولهم وتبتدي تزرع جواهم فكره العنف عشان الدين. لكن لما اكتشفوا ان هما مساله العنف دي هتبقى مؤثره على تواجدهم الدولي بتلقوا تحذيرات وبتلقوا استشارات وبتلقوا حاجات من هذا القبيل، كان لازم يبتدوا ينقلوا من نقطة العنف خاصة بعد ما اكتشفوا ان هو مش هيوصل بيهم لنتيجة الى نقطة ان هم يبقى عندهم مؤسسات ويدعوا ان هم بيدافعوا عن حقوق الانسان. لما بدأوا ان هم يدافعوا عن حقوق الانسان او يتحدثوا عن حقوق الانسان كان مطلوب منهم عن طريق مركز كارنيه ان هم يعملوا مجموعه من المراجعات. ايه موقفكم من المراه؟ ايه موقفكم من الاباط؟ ايه موقفكم من الليبراليه؟ ايه موقفكم من يعني مفاهيم كثيره جدا اتعددت وحطت في ورقه عدتها ميشيل دان في كارنيه. في التوقيت ده هم حاولوا ان هم يعملوا هذه المراجعات لكن ما عملوهاش بمستوى تنظيمي، عملوها بمستوى فردي. بمعنى انه يبقى في افراد يقولوا احنا ما لناش علاقه بهذه الجماعه واحنا احنا بره هذه الجماعه و و و، لكن تكتشف ان هم يعني يا اما ابناء قياديين في هذه الجماعه او عندهم اتصال بيها من الخارج، زي ما بنشوف دلوقتي مجموعه من المؤسسات البلد تظهر في الخارج ولما تيجي تبص وراها على الانترنت حتى مش هنتكلم على ان انت تشوف، لا انت لما تكتب على الانترنت تكتشف انه رؤساء هذه المؤسسات ضيوف دائمين في قنوات زي مكملين والعربي وغيرهم من القنوات اللي هي الداعمه، وانه المؤسسات دي ملهاش اي انشطه غير المحبوسين بتوع هذه الجماعه سواء في مصر او في دول ثانيه. والاستعمار اللي كان موجود في مصر كان في مشكله كبيره جدا سنه 19 لما خرج المصريين هلال وصليب وكل اطياف هذا المجتمع خرجت مع بعض عشان تقول الاحتلال كفايه والمساعد باشا لازم يرجع عشان نكمل فكره الاستقلال. البريطانيين كانوا عندهم مشكله هيتواجهوا مع الشعب ده ازاي؟ ما كانش عندهم غير سبيل واحد ان هم يقسموا هذا الشعب ويزرعوا جواه فتنه طائفيه طول الوقت انت تدور في فلكها. الفتنه الطائفيه دي لازم يظهر عندك من يتحدث باسم المسيحيه ومن يتحدث باسم الاسلام ويبتدي الصراع، رغم انه هذه الارض احتوت الاديان كلها واحتوت كل من يعني يملك دين في العالم كان موجود في هذه الارض ويعيش، وبكل رحابه كل المهاجرين واللاجئين في هذه المنطقه كانوا بييجوا يلجأوا لمصر ومصر كانت بتقدر تحميهم ولغايه النهارده بتحمي اي حد يلجا لها. فظهر سنه 28 هذا التنظيم بدعم وده موثق من هيئة قناة السويس، وأنا كان لازم هنا أرجع للتاريخ لأن التاريخ مهم وبيدي مؤشر
بالوثائق والمستندات ازاي تم بنائه بدعم من هذا المحتل. ثم تدور الايام وانا في البحث بتاعي اكتشف انه البي بي سي بتنشر وثائق تتكلم عن انها ترفع عنها السريه عن عمليه من عمليات المخابرات البريطانيه. بتتكلم عن ايه العمليه؟ بتتكلم عن انه تم استخدام خاتم من جماعه الاخوان في بيانات رسميه ضد روسيا والعالم الشيوعي في ذلك التوقيت في الحرب البارده دون الرجوع للجماعه. ولما الجماعه عرفت ما قالتش اي حاجه، ما اتكلمتش حتى يعني فكره انه هذا مساها ولا مساها هي ما اتكلمتش فيه نهائيا. والامر فضل كده لاستخدام يتم طول الوقت باستخدام هذه الجماعه في عمليات المخابرات البريطانيه. التاريخ ياخدنا قدام شويه ونروح للحرب الافغانيه وانا اكتشف انه الجماعه والمجاهدين والعديد من افغانستان وغيره كل دول كان بيتم استخدامهم. وهنا المخابرات الامريكيه بقى اللي بتتكلم في تقاريرها عن كيف تم استخدام الشباب المصري والعربي في ذلك التوقيت واللي ظهر بعد كده في تنظيم القاعده. ودي قصه اتصور ان الجميع يعرفها الان، يعني دي مساله مش جديده. لكن انا هنا رجعت للوثائق وحاولت اوثقها لانها جزء رئيسي من البحث اللي انا كنت بقوم بيه. انه الفرضيه الاولى، هل هذا التنظيم بيعمل بمفرده؟ بالتاكيد لا. الفرضيه الثانيه، هل هذا التنظيم بيعمل من اجل حقوق الانسان عشان يبقى مؤسس اكثر من 20 منظمه او 30 منظمه النهارده باسمه بتشتغل بتتبعه بشكل عضوي؟ بالتاكيد هو ملوش علاقه بهذه المساله. وغيره من القضايا. ثم قدر ان هو في الفتره الاخيره ياثر على مجموعه من النشطاء ويؤثر على مجموعه من المؤسسات الدوليه حتى تصبح اسيره لهذا التنظيم وللمعلومات التي يقدمها. فيها يعني حرص من هذه المؤسسات انها تكون قريبه من هذا التنظيم حتى تدعمه وحتى لا يندثر، لانه هو كان دخل في مرحله الاندثار بسبب الصراعات الداخليه اللي موجوده فيه وبسبب الوصمه بتاعه في دول كثيره وبسبب ان هو سقط في حسابات دول كثيره. كان يعني استخدم فكره الخليفه العربي او الفوضى اللي كانت بتحدث في 2011 انه يصل الى السلطه. لما فشل ولما تحول بعضه الى ميليشيات عسكريه بدا يدور على طريق ثاني يجدد بيه نفسه. وده اللي انا بدات بيه الفصل الاول في الكتاب، ان احنا قدام تنظيم بيعيد تشكيل نفسه. هذا التنظيم ستجدونه في المستقبل يتحدث عن حقوق الانسان والديمقراطيه ويستخدمها من اجل اعاده احياء نفسه مره اخرى من خلال مرشد جديد. انا اتصور انه هيجي من الجيل الثاني او الثالث المولود في الخارج. وانا يمكن نورت على شخص يمكن ناس كتير ما تبقاش واخده منه، هو محمد سلطان ابن القاضي صلاح سلطان، موجود في امريكا. استطاع انه يحسم معارك جانبيه مع القيادات اللي موجوده واصبح هو الوحيد الذي يتحدث باسم الجماعه الان في المؤتمر الامريكيه، موجود في الكونجرس، موجود تحديدا داخل الحزب الديمقراطي ومفتوح له الابواب في الولايات المتحده الامريكيه، اسس له مؤسسه حقوقيه، في نشطاء شركائه دلوقتي مشهورين بيشتغلوا معاه. وهو عنده شعبيه وسط الشباب اللي هم مستقبل هذه الجماعه خاصه الموجودين في الخارج. وبعيد عن السلسله العنف اللي كان موجود والاسماء اللي معروفه وغيره. لما حطيت دي فرضيه قدامي وبدات ادور داخل الجماعه اكتشفت انه لا يوجد ما يمنع ان يصل الى هذا المنصب. هو ابن من ابنائهم، هو تربى حتى لو في الخارج تربى على مبادئهم ويحتفظ بقيمهم بداخله ويحتفظ ايضا بالمشروع الذي وضعه حسن البنا ولكن بشكل مختلف. مش هطول حضراتكم، انا يمكن حاولت ان انا يعني اعرض الكتاب بشكل مستعرض وهسيب لزملائي على المنصه ان هم يكملوا يعني ما يعني لهم من اراء في هذا الكتاب، وبشكركم على حسن الاستماع.